بالموسيقى تارة والهدى في طورا حاول هؤلاء المحتجون إيصال صوتهم لقادة العالم. في مدينة غلاسكو الاسكتلندية التي تستضيف منذ أسبوع قمة المناخ COP26، غصت الشوارع بعشرات الآلاف من الناشطين في مجال البيئة الذين احتشدوا في مسيرة ضخمة للمطالبة بأخذ خطوات جدية والإسراع في معالجة التغير المناخي. وشدد المحتجون على ضرورة تحقيق العدالة المناخية، منددين بما وصفوه بنقص الشجاعة لدى قادة العالم لأخذ الإجراءات الجدية والحسية لمكافحة التغير المناخي. نحن نؤسس حركة للعدالة المناخية، وهي حركة قوية ومتنوعة سترفض إهمال من باتوا يموتون بالفعل بسبب الأزمة المناخية. لن ندعهم يحافظون على أمان الأغنياء ويغفلون عن الفقراء. ولعل من بين أبرز المشاركين في التحرك المناصر للبيئة ممثلون عن السكان الأصليين الأمريكيين الذين طالبوا القادة العالميين بالحفاظ على أرض أجدادهم المهددة بسبب تداعيات التغير المناخي. المحتجون خرجوا إلى الشوارع بالرغم من سوء حالة الطقس ليطالبوا قادة العالم المجتمعين منذ أسبوع في غلاسكو بعدم إضاعة المزيد من الوقت حسب تعبيرهم، والإسراع في اتخاذ ما يلزم من قرارات وإجراءات من شأنها أن تضمن مستقبلاً آمناً للأجيال القادمة.